صراحة احنا باش نجردوا اللبس على المسابقة، ان مسابقة تعرف الدورة الثالثة وفي محطة ديالها حاليا، احنا محطة في مدينة الدار البيضاء، وكيف ما معنا مشاركات تنحاولوا نوجدوهم على مشاريع ديالهم اللي تيخدموا عليها، وهذا كيعطي واحد دينامية بالنسبة للإدارة ديال ميني ميس ماروك، والتي أتشرف بإدارتها كذلك. احنا اليوم تنتواجدوا في محطة الدار البيضاء، ويلا احنا بداية انطلاق ديالنا، دوزنا الريكروتمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التصويت. احنا مهم احنا درنا الريكروتمون، درنا ما كتعرفوا الظرفيه الوبائيه ما كتخلتناش اننا نتنقلوا اكثر للمدن اكثر، فبالتالي درنا واحد الريكروتمون ودرنا المساله ديال لي فوت ديال التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعريف كل مشاركه بالمشروع ديالها وباهميه المشروع ديالها. دونك فكتجي واحد المشاركه لا داعي لذكر الاسم ديالها، ولكن هذه المشاركه ما بغاتش انها تقول انها تدخل مع البنيتات في التصويت، فاحنا ما يمكنش، احنا مبادئ الاداره للمسابقه كتعتمد على التصويت، ولازم انه يكون التصويت وتصويت الجمهور واللي تيكون يعني المسابقه. هذه غير واحد المرحله مبدئيه ديال التصويت، وما دات يكون يعني كاينه ادوار، كاينه لوفيرتو وكاين الفينا، يعني كاينه اقصائيات. احنا ماشي مسابقه اللي تيقبطوا من دابا اجي دير الوشاح والسقف في جرده، ولا السقف في شي كافي ولا شي حاجه، هانتينا ميس ولا هانتينا ميني ولا لا، احنا عندنا اداره، عندنا شي حاجه تنخدموها بقواعد وتنخدموا بروفيسيونيل. دونك حنا اليوم كنديروا الفورماسيون كل مدن، تبارك الله عندنا مدن يعني خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن، مدينه طنجه، في مدن مختلفه، وهذا الشيء كيعطي صدى، وان الانسان اللي بغى يبحث. هذيك السيده كتقول باللي هي الميني ميس بلاد، الميني ميس جولد ماروك، وانا كنظنوا داك المسابقه هي ما كايناش، المسابقه الوحيده اللي كاينه اللي هي ميني ميس ماروك اوفيسيال اللي كاينه في ثوازيام سيزون ديالها اللي هو العام الثالث ديالها. حنا اللي نقدروا نقولوا باللي كاينه كومبيتيسيون اللي كانت تديها عن جدارة واستحقاق، وتديها عن جدارة وتدخل مع البنيتات في المنافسة، ولا كان عندها مشروع تدخل تدافع عليه، حنا تنقولوا لهم مرحبا ما عندناش مشكل، ولكن المشروع يعني هو الأهم بكل بنيته، وكنناقشوا قضية البيئة. هي ما عندها لا موضوع لا والو، قبطت عند شي واحد قالت له أنايا بغيت ندير بغيت أنا هي أعطيني أنا نكون ميني ميسو، بات مصورة بشي وشاح ديال شي وشاح هي والأم ديالها باللي مصوره، وحنايا هذا الشيء كنتفاجئوا به، حنا كاداره كطاقم كنتفاجئوا به، لان ليفينمون حنايا يلا خدامين فيه، وكيفاش الناس يديروا هاد ليفينمون في الظرف حاله الوبائيه في هاد الظروف هذه كورونا، والناس حنا براسنا المسابقه ديالنا موقفه وموقفه، كل عام كل شهر تنقولوا غنراطيو غنراطيو ونأجلوا نأجلوا، فاذا به كنتفاجئوا باللي هاد السيده هذه تتخرج وتدير هاد الوشاح هذا، واللي كيتضارب على المبادئ ديال المسابقه ديالنا، ونحن كنجردوا من هذا المنبر ان المسابقه الوحيده اللي ميني ميس ماروك هي اللي كاينه لوفيسيال، هي اللي كاينه في ثوازيام سيزون ديالها.